الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تسوية كافة الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة، وذلك خلال العام الحالي، بالإضافة إلى الاستمرار في العمل على صياغة المنظومة الضريبية بشكل يساعد على تخفيض حجم الاقتصاد غير الرسمي وإدماجه في الاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال اجتماع للرئيس لمتابعة مؤشرات الأداء المالي ونشاط قطاعي الجمارك والضرائب لوزارة المالية، حيث وجه الرئيس السيسي بالإسراع في استكمال خروج كافة البضائع التي وردت إلى المواني. واطلع أيضا الرئيس السيسي على ما تم تفعيله من النظام الرئيسي للميكنة الشاملة في مصلحة الضرائب، فضلا عن مستجدات تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية. كما اطلع أيضا على إنجازات لجان إنهاء المنازعات الضريبية ولجان الطعن الضريبي. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ مشروع تطوير حديقة الحيوان بالجيزة على نحو يضاهي نظيراتها العالمية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي لمتابعة مخطط تطوير حديقة الحيوان بالجيزة. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي اطلع على التصميمات الخاصة بالمناطق الترفيهية المقرر إقامتها داخل الحديقة، فضلا عن المقترحات المتعلقة بتشغيل وإدارة الحديقة مع ربطها بحديقة الأرمان. كشف مصدر مصرفي مسؤول عن أن مصر سددت مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية خلال شهر ديسمبر الماضي بلغت نحو مليار دولار، فيما كانت قد سددت نحو 1.5 مليار دولار في نوفمبر الذي سبقه، ليصل إجمالي سداد الالتزامات الخارجية إلى 2.5 مليار دولار في شهرين. وقال المصدر إنه رغم الالتزام بسداد الالتزامات الخارجية إلا أن الاحتياطي من النقد الأجنبي زاد بأكثر من 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر، ليسجل أكثر من 34 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2022. أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل 89 جنديا في الهجوم الأوكراني على ماكيفكا في مطلع الأسبوع، مضيفة أن السبب الرئيسي للهجوم هو استخدام القوات للهواتف المحمولة على نحو غير مصرح به. وأضافت الدفاع الروسية أنه من الواضح بالفعل أن السبب الرئيسي لما حدث هو التشغيل والاستخدام المكثف خلافا للحظر المفروض للهواتف المحمولة من جانب الأفراد في منطقة في مرمى نيران أسلحة العدو. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن يستضيف رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في البيت الأبيض في 13 من يناير الجاري. هذا ويناقش الزعيمان مجموعة من القضايا الإقليمية والعالمية بما في ذلك أسلحة الدمار الشامل غير المشروعة في كوريا الشمالية، بالإضافة إلى الأزمة الأوكرانية والحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان. أرجى مجلس النواب الأمريكي جلسة انتخاب رئيس له بعد 3 جولات اقتراع فشلت خلالها الأغلبية الجمهورية في حشد الأصوات اللازمة لانتخاب مرشحها كيفن ماكارثي رئيسا للمجلس في سابقة منذ 100 عام. وخلال جولات الاقتراع 3 المتتالية فشل ماكارثي النائب عن ولاية كاليفورنيا في إقناع مجموعة من زملائه من مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب بانتخابه خلفا لنانسي بيلوسي، إذ أن هؤلاء ظلوا على رأيهم بأنه معتدل أكثر مما ينبغي. تعادل أرسنال مع ضيفه نيوكاسل يونايتد بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على ملعب الإمارات في إطار الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز. ورفع أرسنال رصيده إلى 44 نقطة معززا من صدارته للدوري، بينما أصبح رصيد نيوكاسل 35 نقطة في المركز الثالث. شهد ملعب مرسول بالعاصمة السعودية الرياض حفل تقديم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى وسائل الإعلام بعد انضمامه رسميا إلى نادي النصر السعودي. وفي كلمة له أثناء تقديمه أكد رونالدو على تفضيله لانتقال لنادي النصر على عدد كبير من العروض، مضيفا أن عمله في أوروبا قد انتهى وهو فخور بما قدمه هناك، ولكن حان الوقت لمغامرة جديدة في قارة آسيا على حد وصفه.
انتهى موجز الثامنة، وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.